حسام حسن وكابتن ابراهيم حسن اتاخدوا من نادي مودرن فيوتشر لمنتخب مصر، والموضوع مشي بشكل سلس جدا لدرجه ان احنا ما حسيناش اصلا ان كان في حكايه. عاده الناس بتتصور ان ده طبيعي، يعني انه المفروض انه مدرب موجود في نادي فعشان المنتخب طلبه فيسيبه، لكن في عقد وفي اتفاقات وفي مشروع عند النادي دوت وبيفكر في المستقبل، فلو اتاخد مني حد اكيد هيحصل لي مشكله. فممكن اقول لا، يعني مثلا لو انت رايح تجيب المدرب بتاع المنتخب ده من نادي بره مصر، ممكن النادي ده بسهوله جدا يقول لك لا مش هتاخد المدرب ده لمنتخب مصر عادي جدا، حتى لو يعني المدرب ده انت محتاجه بكره يعني او مضطر له. نادي مودرن فيوتشر بصراحه ما عملش كده. والاجمل بقى ان هم بعد ما الكابتن حسام حسن والكابتن ابراهيم حسن راحوا منتخب مصر بيطلعوا بيان وبيهنوهم وبيأيدوا جدا فكره ان هم راحوا ليه منتخب مصر ده. البيان، بص جمال البيان: يتوجه مجلس اداره نادي مودرن فيوتشر برئاسه الدكتور وليد دعبس بالتهنئه والتقدير الكامل للكابتن حسام حسن المدير الفني للفريق الاول والكابتن ابراهيم حسن مدير الكره لاختيارهم لتولي المسؤوليه الفنيه لمنتخب مصر الاول، ويضع نادي مودرن فيوتشر المصلحه العليا للوطن اولا، وعلى الرغم من وضع استراتيجيه خاصه للفريق الاول لكره القدم خلال المرحله المقبله ووجود العديد من الارتباطات المحليه والقاريه الهامه بعد ايام قليله، لكن المصلحة العليا للوطن دائما تأتي في المرتبة الأولى، ونتمنى للكرة المصرية كامل التوفيق خلال المرحلة المقبلة. معايا عبر الهاتف الآن الدكتور وليد دعبس رئيس مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر. يا فندم مشرف ومنور، سعداء جدا بتواجد حضرتك معانا. أهلا بيك يا فندم. أهلا وسهلا. دكتور وليد، البيان محترم جدا وموقف مودرن فيوتشر لازم يقدر، ولازم كمان نوجه لحضرتك ولمجلس الإدارة كل التحية فيما يخص حسام حسن وإبراهيم حسن. الله يخليك الله يخليك. بس هي انا عايز ابارك برضو تاني، اتفضل يا فندم، ابارك لحسام حسن وابارك لابراهيم حسن وابارك لهم كمان كباتن كبار ونجوم كبار، ونبارك لمنتخب مصر ان شاء الله. ودي مهمه قوي، يعني منتخب مصر النهارده زي ما انتم بتتكلموا كده، احنا نتمنى عوده الروح الجماعيه في المنتخب، الروح العيله كده. احنا شايفين ان الكابتن حسام حسن ان شاء الله هيقدر يرجع الروح الجميله ديت. وعايز اقول لك ان اي حد في مكانه مودرن فيوتشر لازم هيتصرف كده، ما حدش هيقدر يتصرف غير بكل الشياكه والاحترام. احنا بنتكلم على منتخب مصر، منتخب مصر ده حاجه كبيره قوي، حلم حلم للكل. يعني احنا نفسنا نشوف منتخب مصر ده في كاس العالم ان شاء الله، نفسنا نشوفه يحرز افريقيا، ده امر طبيعي جدا. حتى لو كان ده هيعمل مشاكل مؤقته في النادي او في الاجهزه عندنا، ولكن بتعدي. صحيح. انما الحاجه اللي مش هتعدي لما هتبقى منتخب مصر. لما جالك التليفون من الكابتن حسام او من الكابتن ابراهيم احنا عندنا عرض من منتخب مصر، فكرت قلت طب ما انت كده هتعملوا لنا مشكله، طب ما كده احنا كنا مكونين افكار في وجودكم، لما هتمشوا من الفرقه دلوقتي ممكن يحصل مشكله، ولا كان قرارك بالموافقه كان قرار سريع؟ بص، الموضوع كله كان في منتهى الشياكه، مش بس كابتن حسام ولا كابتن ابراهيم. البدايه كانت مع اتحاد الكوره، اتحاد الكوره يعني كابتن استاذ جمال علام، يعني ابتدى بالاستئذان ان هو يضم طبعا النجمين الكبار ان هم يدربوا منتخب مصر ويبقوا هم المدير الفني ومدير الكوره. فكانت اللقطه لطيفه ومحترمه. وخلي بالك ان حسام حسن وابراهيم حسن ده حلم من احلامهم. صحيح. منتخب مصر ده كان حلم الكابتن حسام حسن. صحيح. فالنهارده ده انت بتوريله ان الحلم ده اكيد حلمنا كلنا، ان احنا نشوف منتخب مصر في احسن مكانه وجماهير مصر تبقى سعيده، ده حلم للكل. صحيح. حضرتك وانا وكل الناس. صحيح صحيح. طيب دكتور وليد، هستغل وجود حضرتك معايا واسالك على مودرن فيوتشر. دايما اتحدث هنا في رقم 10 في البرنامج ان مودرن فيوتشر مشروع اتبنى بشكل سليم ومستمر بشكل سليم ومستمر بشكل اروع. شفنا حتى الموسم ده حتى لو كان في بعض الاستغناءات عن بعض الاعمده الرئيسيه للفريق، ولكن الفريق وكانه فريق اتولد كبير، يعني واقف على رجله، ما فيش مشاكل كبيره، النتائج الى حد كبير معقوله جدا. انتوا بتفكروا ازاي في المستقبل القريب والبعيد بالنسبه لنادي مودرن فيوتشر؟ بص انا عايز يعني اربط الكلام، يمكن انا سمعت حته من كلامكم كده. اتفضل. اللي هو ما فيش حاجه اسمها نجاح فريق كوره في مصر. هو شوف انت اول الكلمه بقول لك ايه، فريق كوره يعني عمل جماعي. صحيح. العمل الجماعي ده لو ما كانش يكون عندك
فرقة كلها عارفة ان هم كلهم نجوم، ولكن انت عايز يمشي رقم 10 في كذا واحد رقم 10 يقدر يقوم بالمهمة ويقدر ان هو يكمل. انا عايز اقول لحضرتك مصر مليانة مليانة مهارات يعني مش عاوز اوصف لك، انزل بس واخبط كده في المحافظات وادخل في مراكز الشباب واتفرج. ودي شايف مشروع زي كابيتانو او بتاع ظهر كمية مهارات ولعيبة عامة ازاي. صحيح. يعني انت النهاردة بس حد يهتم، يعني لما الناس تبتدي تهتم وتشوف لا في طبعا وكل حاجة موجودة. فما فيش حاجة اسمها ان عمود واحد في الفريق، لا لا لا، الفرقة كلها عمود واحد. عظيم. المدرب معاهم في نفس العمود. فانت النهاردة بتفكر بهذا الفكر هتبتدي انك انت احنا بنحاول نعمل نظام جديد وخطة جديدة لفرقة مودرن فيوتشر، ان احنا هننزل بالسن بتاع اللعيبة. انا عاوز انزل بالسن بتاع اللعيبة، مفيش حاجة اسمها ان انا لعيبتي فوق ال 30 ولا فوق ال 29 ده يبقى كده مفيش مستقبل ليا. لازم اهتم بقطاع الناشئين اهتمام شديد. لازم المدرب اللي يجي زي الكابتن تامر هيبقى عينه على الفريق اللي بعده 2006 و2005 وهكذا. وهي دي بقى سنة الكورة وسنة الحياة. صحيح. لو صحيح. عايز تعمل تقدم وتعمل فرق مظبوطة لازم تبص من الناحية دي. أنا ما تفضلش باصص انك تجيب احسن ناس في السوق وخلاص، لا ما ينفعش. انا سعيد جدا حضرتك اتكلمت كمان عن قطاع الناشئين، عشان دايما وابدا نتجاهل ربما عندنا قصد فكرة انه قطاعات الناشئين دي هي الاهم، هي البنى الحقيقي. وانت بتقول لي كمان ان مودرن فيوتشر شغالين على قطاعات الناشئين بشكل جيد. مش بس حضرتك، انت لو خدت بالك كمان احنا حتى في الصفقتين مع الاهلي والزمالك تمام احنا اهتمينا ان احنا ناخد ناشئين، اهتمينا ان احنا ناخد ناس لسه طلع شباب جديد. فاهم قصدي ايه؟ احنا خلي بالك الشباب دي هتلعب عندنا وان شاء الله هيبقى لهم دور وهيبقى وهيلمعوا. صحيح. وهتشوف ان هم هيلمعوا لان هم لعيبه كويسين، ويعني اللي من هنا واللي من هنا واللي من بره مصر لعيبه متميزين، بس عايزين الفوق يلعبوا، لان من غير اللعب مش هنقدر نطلعهم للمنتخب ولا نقدر. فده هيفيد المنتخب وهيفيد البلد وهيفيد اللعيبه، دي حاجه حلوه. صحيح. حاجه حلوه وهيفيد النادي في الاخر. وهنشوف بقى خلي بالك الارقام الفلكيه اللي بقت بتدفع في لعيبه وانتقالات وهميه كلها، حاجات وهميه كلها ما تسواش الارقام دي. فعايزين نحقق بقى منظومه جديده كده ويبقى في بروتوكول تعاون بين الانديه وبعضها عشان نحد من السوق الوهمي اللي موجود اللي بيستخدموه الوكلاء للضغط على الانديه. فده يعني ان شاء الله في الفتره. بالمناسبه يا دكتور وليد، لو جالك بكره مثلا لاحد اللاعبين في الفريق عرض من احد الانديه في اوروبا، انت هتقيس بين الرقم اللي جاي لك من النادي اللي في اوروبا والنادي اللي في مصر؟ يعني لو العرض برضو من نادي اخر في مصر هتقيس ولا هتسيبه يطلع في اوروبا؟ عشان دايما بسال رؤساء الانديه والمسؤولين عن الانديه عن هذا الامر، عشان دايما يلاموا رؤساء الانديه في كل مصر ان هم ما بيسيبوش اللعيبه تطلع ليها الاحتراف الاوروبي. بص انا عايز اقول لك حاجه. اتفضل يا فندم. حته ان الاحتراف اللي في اوروبا ده دي حاجه مهمه جدا. وانت اظن شفت كل مدرب اجنبي بيجي مصر يدرب المنتخب كان بيعمل ايه؟ بياخد اللعيبه المحترفين في الخارج، دول اساس لعبه واساس كلامه. تمام؟ لان هم انت عارف اللاعب المصري لما بيتحط في السيستم الاجنبي بيختلف. صح. لما بتسيبه في السيستم المصري بتشوف النوعيه المصريه العاديه في اللاعب. فاحنا النهارده لا احنا عايزين نطور. والله النهارده جالي عروض للاعب ان هو يلعب بره مصر، لا نسيبه. هيحصل ايه؟ ما انا النهارده ده في الاخر هيجيب لي اولا عائد، ممكن العائد ده ما يبقاش العائد المطلوب، ولكن في الاخر هو هيعود على البلد كمان، واللاعب ده ان شاء الله يبقى حد معروف. هو النهارده كابتن محمد صلاح اللي احنا بنتفخر بيه كلنا كلنا. صح. صح ولا غلط؟ طبعا. في حد زي محمد صلاح حصلت في مصر؟ ما حصلش. صحيح. هل محمد صلاح ده كان برضه مش برضه في فكره عمل له وراح الاول نادي فين الاول وبعدين نقل وابتدى يتشاف في شاشه اوروبيه؟ انت لازم تتشاف. صحيح. انما ما فيش لاعب هيطلع من مصر دايركت على مثلا برشلونه، مش هيحصل. صحيح. مش هيحصل الكلام ده. ايوه. الا بقى بعد وقت طويل وعليك خير ان شاء الله. عارف الجمله الشهيره دكتور وليد دايما بسمعها اللي هي عرض يليق بالنادي ويليق باللاعب، ما هو العرض اللي بيليق بالنادي ده ممكن يبقى نادي مثلا يعني في سويسرا، يعني ما فيش مشكله، مش لازم يبقى ريال مدريد او برشلونه، مظبوط ولا انا كلامي غلط؟ لا بص، هو عرض يليق بالنادي دي مهمه ان ما يكونش فيه العاب.
انت فاهم قصدي 100% مفهوم طبعا. لا انت خلي بالك، اصل هي المشكله ان انت لو وافقت على موضوع ان اي عرض توافق عليه هيبقى مشكله تانية، لانك انت في كميه العاب بتتم من الوكلاء غير طبيعيه، وتلاقي اللاعب ده طلع الناحيه وبقى محطه عشان يروح حته تانية، وتلاقيه رجع مصر تاني قدام عينك. فبالتالي لا، انت لو بتدور فعلا على ان يبقى في احتراف، انا بقول لك الامانه الانديه لازم تتعامل مع بعض بالاحترام الاول، الانديه كلها لما هتتعامل مع بعض باحترام ويبقى في تنسيق ما بينهم في الصفقات، وزي ما حصل مثلا بيننا وبين الاهلي قبل ما يبقى في كلام مع لاعب عمر كمال، كان اداره الاهلي بكل احترام بتتعامل معانا وبتتكلم معانا وبتدي فرصه ان احنا هنتكلم مع اللاعب كمان وموافقين. هنا في حته احترام، اما جينا تعاملنا في الفتره الاخيره مع الزمالك برضه كان في كل احترام. فانت عايز كده، انت عايز عشان تقدر تمسك السوق ده مظبوط وتبقى القيمه الحقيقيه للاعب موجوده، انما بره مصر لا، يا ريت طبعا يا ريت ان احنا نخلي الاولاد الصغيرين دي تحترف بره، تحتك بره ويبقى عندهم الخبرات، هيعودوا للمنتخب تاني احلى حاجه ان شاء الله. دكتور وليد دعبس رئيس مجلس اداره نادي مودرن فيوتشر، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله القيمه. بحب انا مداخلات العقل دي، المداخلات اللي فيها مسؤول في كره القدم المصريه، يبقى مسؤول فاهم وعارف ما يحدث في كرة القدم المصرية ومشاكلها، وازاي هو كمان بما انه رئيس نادي يتلافاها.